هنا شبام حضرموت، أقدم ناطحات سحاب في العالم كما يقال، مبنية من اللبن والطين، عنوان لقدرة الإنسان اليمني على الإبداع وعبقرية البناء الذي ما يزال حتى وقتنا الحاضر منذ أكثر من 600 سنة. تعتبر مدينة شبام تاريخيا قديمة جدا، من أقدم مدن وادي حضرموت، وهي رديفة الهذيم، ومثل ما يقال أن هذه تريم وشبام مدينتي حضرموت الأقدمية، يعني لا يضاهين في القدم إلا الشحر وفوة وتريس. فشبام فيها أقدم ناطحات سحاب مقاومة للعوامل التعرية، عمرها التاريخي يبلغ أكثر من 300 سنة، أقدم ناطحة فيها، وهذا عمر زمني مديد جدا. شبام التي تعانق السحاب، أعلى مبنى فيها مكون من 8 طوابق، ويطلق عليها منهاتن الصحراء أو شبام الصفراء وأسماء أخرى كثيرة، الأمر الذي جعل منظمة اليونسكو تضم المدينة لقائمة مدن التراث الإنساني. رغم الحرب والأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد، إلا أن هنا في شبام حضرموت متنفس في الجانب الثقافي والاجتماعي والتاريخي، ليعيد إليها مكانتها ورمزيتها. تحتضن مدينة شبام ندوة تاريخية تناولت بحوثا عدة، كان أهمها المظاهر والملامح والتحصينات العسكرية والعمارة والشعر الشعبي والتاريخ العسكري، قدمها نخبة من المثقفين والأكاديميين والباحثين المتخصصين من جامعات مختلفة. تنظيم الندوة في هذه المدينة وفي وادي حضرموت بدرجة أساسية هو تنشيط المشهد الثقافي، وإيجاد طبعا نوع من التوعية الثقافية والتاريخية، وخلق ذنيش حالة ثقافية ومهرجان ثقافي. تخلل هذه الندوة مجموعة من الفعاليات التراثية المختلفة التي تشتهر بها مدينة شبام حضرموت، كالأهازي الشعبية وعروض الفرقة العسكرية النحاسية السلطانية، والتي انطلقت من أمام بوابة مدينة شبام التاريخية وحتى مكان انعقاد الندوة. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة شبام حضرموت التاريخية.